بسم الله مولانا بنت رب انجبت وعبدا فانجبت خير خلق الله انساما. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في مرة كان قاعد مع مجموعة من أصحابه فبيحكي لهم، بيقول لهم أنا عارف آخر واحد هيدخل الجنة وأول واحد هيخرج من النار، هيروح عند ربنا ويتعرض عليه ويبدأ ربنا يقول لهم اعرضوا عليه صغائر أعماله، فيبدأ يعرضوها عليه يقول لهم أنت عملت كده، فيقول لهم بلى يا ربي عملته. فالتاني عملت كده يقول بلى عملت، التالت بلى عملت، وهو من جواه يعني عمال يقول ده بالصغير، فالكبير لما هيجي هيحصل فيا ايه. بعد ما يحصل عرض صغائر اعماله اللي عملها، فربنا ينادي على الملائكه ويقول لهم بدلوا سيئاته كلها حسنات. فالراجل يقول يا رب يعني انا في ذنوب عملتها انا مش شايفها هنا. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا ابو ذر بيقول فلقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه صلى الله عليه. ضحكه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم دي كانت لوحدها حكايه، كانت معجزة، كان الصحابة رضي الله عنهم بيحبوها دايما وبيحبوا ان هم يكونوا سبب في ضحكة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وبسمته. حتى وصفهم لضحكتهم مش مجرد ان حد بيوصف ضحكة حد وخلاص، لا، دول كانوا بيتغزلوا في ضحكة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. بيسألوا ابو الطفيل بيقولوا له وصف لنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول كان ابيض مليح الوجه اذا سر فكأن وجهه مرآة وكأن البدر يرى في وجهه. لما كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيضحك كأنك شايف البدر في وجه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا أبو هريرة بيقول ما رأيت أحسن من رسول الله كأن الشمس تجري في وجهه وإذا ضحك يتلألأ في الجدر. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيضحك كان أسنانه وكان نورها بيطلع في الحيطة، هم قالوا كده، ده كان وصف حقيقي ما كانش وصف مجازي. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده نور حقيقي، لما كان بيضحك كانت بسمته الضي بتاعها بيلمع في الحيطة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما مبتسم ووشه بيضحك، معظم وقته كان مبتسم، حتى هو بيتكلم كان مبتسم، حتى هو ما كانش بيتكلم برضه كان مبتسم. كانت ضحكته بتكسر قلوب حبايبه وبتدوبهم فيه. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما بشوش. سيدنا جابر بن عبد الله بيقول ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت إلا وتبسم في وجهي صلى الله عليه وسلم. حتى السيدة عائشة بتقول وهي بتوصف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بتقول كان بساما ضحاكا. وبساما ضحاكا دي صيغة مبالغة كناية عن أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان على طول وشه مبتسم، ما كانش البسمة ما كانتش بتفارق وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم. بسمة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه كانت بسمة أمل ليهم، بتطمنهم وقت خوفهم وتفرحهم وقت حزنهم، تكبر خاطر قلوبهم لما بتنجرح أو بتنكسر، كانت سندهم بعد ما رجعوا من الهزيمة في غزوة أحد. مع ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم انجاز التعبير هو اكتر انسان تعرض لاحزان واكتر انسان تعرض لمشاكل الدنيا ان صح التعبير، وفاه زوجاته وفاه اولاده وفاه اصحابه اذى الكفار عليه، الا ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما بيجوا يوصفوه، لما سيدنا عبد الله بن الحارث بيقول ما رايت احدا اكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت ضحكته جميله، حاجه تفرح طبيعيه، ما كانش فيها تكلف ولا كان بيتعمد ان هو يبتسم. هو صلى الله عليه وسلم كان مجبول على الابتسامة، بالعكس دي كانت ابتسامته كانت جزء من طبعه الشريف. ضحكته صلى الله عليه وسلم ما كانش ليها صوت، حتى لما كان بيضحك ويكون في سبب ان سبب الضحكة تكون عالية، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ضحكته ما كانش بتعلى حتى مهما حصل. هما دايما كانوا بيقولوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما ضحك إلا تبسما، حتى لما كان بيجي يضحك او يعني يحصل موقف عظيم او يحصل موقف كبير كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يحط ايده الشريف على الفم بحيث ان محدش يشوف داخل الفم. حتى اصحابه اتعلموا كده منه وكانوا بيتادبوا بالاداب بتاعته، فكان صوت ضحكتهم ما كانش بيعلى على صوت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان الموقف بيكون مضحك جدا كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اسنانه بس هي اللي تبان، فهما مش بس بيوصفوا بسمة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لا ده كانوا بيقولوا اسنان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيجي يضحك كانت بتبقى عامله ازاي. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيجي الابتسامه كانت بتبقى بشده شويه، كان بتبان النواجذ اللي هي الناب اللي بيكون في الاسنان. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان الضحكه بتكون بزياده او الموقف بيكون بيضحكه فكانت اسنان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كانت بتبان. هما كانوا بيوصفوها كانوا بيتغزلوا بيها بالطريقه دي. لما بيكون موقف فيه مضحك جدا وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يكون فيه ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هيضحك فيه بشده، فكان اسنان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هي بس اللي بتبان النواجذ. هما كانوا حتى بيعدوا ضحكات سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اللي بانت فيها النواجذ بتاعته، فكان سيدنا
النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيجي يضحك كانوا بيوصفوه إذا افتر، يعني لما سنانه تبدأ تبان في الضحكة، افتر عن مثل سنة البرق في إذا تلألأ. البرق لما بيحصل في السماء لما بلمعانه وبضوءه، ضحكة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هي اللي كانت شبه البرق في لمعانه. ولولا أن ربنا لطف على قلوب أصحابه كان زمانهم دايبين وتاهين في جمال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. من ضمن المواقف اللي ضحكت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بشده كان في مره نعيمان من شده حبه لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان عايز يديله هديه، وهو فقير ومعهوش فلوس، فراح عمل حيله كده، راح لواحد تاجر يعني وراح قال له انا عايز اكل. قال له طيب فين الفلوس؟ قال له يعني شويه وتعالى لي. فقال له طيب ماشي، فخد الاكل وراح بيه لسيدنا النبي صلى الله عليه، فبيقول له اتفضل. فسيدنا النبي بيساله ايه ده؟ قال له دي هديه انا عايز اهديك. فقال له ماشي. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بدا ياكل هو واصحابه، فدخل عليهم الراجل اللي اشترى منه نعيمان الاكل، فبيقول له نعيمان هات الاكل. فبيقول له نعيمان هات عايز الفلوس. فنعيمان بيقول لسيدنا النبي ادفع. فسيدنا النبي بيبص له بيقول له ادفع ايه؟ انت مش قلت انت جايبه هديه؟ قال له انا كان نفسي هديك بس انا مش معايا فلوس، فادفع لي بقى معلش. فضحك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وامر للتاجر ده ان هم يدوا له فلوس. سيدنا نعيمان كان من اكثر الناس اللي كانت بتحب ان يضحك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ففي مره كان جه اعرابي دخل المسجد ودخل يتكلم مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم شويه، فالصحابه شافوا نعيمان موجود في المسجد فقالوا له احنا جعانين جدا، ما تذبح لنا حاجه. فقال لهم ما فيش. قالوا له طيب يعني الناقه دي اذبحها. فقام وذبحها. فجي خرج الراجل صاحب الجمل وبيبص على الناقه بتاعته ما لقاهاش، فبيسالوه قالوا له دي اتذبحت والصحابه اكلوها يعني. فبدا يقول وا عقراء وا عقراء، وراح لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له على القصه وقال له على الموقف. فالصحابه راحوا كده فتنوا على نعيمان وقالوا له ده نعيمان هو اللي عمل كده. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بدا يدور على نعيمان مش لاقيه، فشاوروا له ان هو مستخبي. فراح لنعيمان وقال له اطلع. فقال له ليه عملت كده؟ او مين اللي قالك تعمل كده؟ قالوا له دلك على مكاني هو اللي قالوا لي اعمل كده. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فضل يضحك وامر برضه للراجل ان هو يدوله فلوسه. فضحكت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بس لاصحابه، دي كانت حتى للكفار وحتى اللي كانوا بيحاولوا ان هم يؤذوه. فمره كان فضاله ده واحد من المسلمين قبل ما يسلم كان رايح وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيطوف حوالين الكعبه، فبيطوف مع سيدنا النبي وبدا يقرب من سيدنا النبي عايز يقتله. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم راح التفت له وقال له افضاله؟ يعني مش انت فضاله؟ فسيدنا النبي قال له ايوه انا. فقال له مالك عايز ايه؟ فسيدنا فضاله قال له لا مش عايز حاجه. فاستغفر له ربنا وحط ايده على صدره بيقول ما رفعهاش الا وكان هو احب الناس ليه. اما عن اخر ابتسامه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ابتسمها في حياته، فكان يوم ما كان المسلمين بيصلوا صلاه الفجر في يوم الانتقال، فسيدنا ابو بكر كان واقف بيؤم الناس والقبله في المسجد النبوي بتكون على شمال، وبيت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيكون على شمال المصلين وهم بيصلوا في القبله. فالراوي بيقول وهم واقفين بيصلوا ما فتنهمش الا جمال ضحكه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، حتى كاد ان هم المسلمين يرجعوا على اساس ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يتقدم في الصلاه، لكن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم امر لهم ان هو يعني لا كملوا انتوا انا كده مطمن عليكم. حتى بعد ما انتقل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما بيبطلش الضحك ولا بيبطل التبسم، هو في القبر بتاعه بيضحك وفرحان بينا زي ما قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، زي ما ورد في مسند الإمام البزار حياتي خير لكم ومماتي خير لكم، تحدثون ويحدث لكم وتعرض علي أعمالكم، فما وجدت من خير حمدت الله فرحان بيكم وبحمد ربنا عليكم، وما وجدت غير ذلك استغفرت لكم الله. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيبتسم لما بيعرف ان احنا بنعمل حاجه كويسه، بيبتسم لما بتوصلوا سلامنا، بيبتسم لما بيوصلوا الصلاه عليه. اللهم صل على اصل الجمال والكمال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، لكل هول من الاهوال مقتحم، فهو الذي تم معناه وصورته، ثم اصطفاه حبيبا ذا